بسم الله الرحمن الرحيم. لا الميزان يا جماعة ماديا لا متشحول، لا متشحول. لا ماديا، لا واضح ان الحالة المادية مأثرة عليكم جامد. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب كرودي تصدق. تسلمي يا همسات، تسلمي لي يا رب. الميزان عايز باب رزق جديد، لا رزقه حاسس ان رزقه مش كفاية، تعبان من ناحية المادية، شايفاه عنده حتى النوم مضطرب خالص، مش عارف ينام وبيحلم بكوابيس ومبيطلش تفكير، لانه حتى هو نايم بيفكر. يعني ربنا يكون في عونكو، ربنا يكون في عونكو لو الكروت دي مظبوطة. شايف شريكه ازاي؟ خلينا نكون واضحين، الميزان شايف شريكه زي ما تقولوا اتكشف على حقيقته. فاهمين قصدي؟ والله مسحول، واضح اتكشف على حقيقته، يعني زي ما تقولوا موقفش جنبه، ما سندوش كويس، ما استوعبهوش في حاجة حصلت. يعني الميزان حاسس ان هو disappointed. الطاقة ما بينكم فيها ايه؟ الطاقة فيها شغل جديد، مش عارفة ايه اللي جايبها في علاقة عاطفية. اما في برنسيس ميرسي يا نونا. فيها حاجة بتتصلح، في حاجة هتحصل، في وضع غلط بيتصلح. تمام، زي ما انتم شايفين ماسك شاكوش وبيصلح. صح. شريكك عايز فلوس، عايز فلوس، عايز حالة مادية مش بس مستقرة، لا ده عايز ثراء. يعني هو ضغط عليك ضغطة جامدة جدا. خلينا نقلب الآية، انه الميزان هو الست. الست طبعا مش هي اللي بتشتغل، مش هي اللي بتسابورت، فهي برضو عندها نفس الحكاية، نفسها في طاقة جديدة، ما بتنامش من كتر التفكير، ما بتنامش من كتر القلق، حاسة انها شريكها بان على حقيقته. الطاقة ما بينكم فيها حاجة بتتصلح، في حاجة بتتغير. شريكك عايز ايه؟ عايز عارف يعني ياخد كل حاجة منك، يعني عايز كتير، عايز كتير، طلباته كتير والديماندز بتاعته كتير جدا. وشريكك عايز ايه كمان؟ عايز يعتمد على نفسه، واضح ان انت مش عارف تلبي، فابتدى يبقى عايز يعتمد على نفسه. ودي بقى الحاجة اللي زعلتك منه. يعني شوفوا، انت ما كانش عندك مشكلة ان هو يبقى حاطط عليك الضغط ده كله، وقابل شكلك وصابر وراضي بقضاء الله. انما اول لما ابتدى ان هو يبعد او ان هو يستغنى عنك او بيحاول يستغنى عنك، ساعتها اتكشف على حقيقته. شايفك ازاي؟ شريكك شايفك ازاي؟ شايفك حاطط هدف، شايفك حاطط هدف ورايح عليه، والهدف ده انت عايز تروح للامان. يعني انت نفسك في اللي هو عايزه. لو كان الموضوع حالة مادية تتحسن، فهو فعلا عايز ده زيك. يعني ليه طيب يا شريك الميزان بتبعد، او ليه مزعل الميزان بالشكل ده؟ بصوا بقى اللي جاي. بس عايز اقولكم على حاجة يا ميزان، الامور لو اتصلحت ان شاء الله هتتصلح. بصوا بإذن الله جاي لكم فلوس، في تطور في الحالة المادية كويس، هيرجع او يعني هيبقى موجود وهيبقى يعني معاك. اوكي، هل يا ميزان انت هتقبله؟ خلي بالك ان هو ما وقفش جنبك كما يجب، انت حسيت ان هو انكشف على حقيقته في حاجة معينة، او انت اضرب بالسيتويشن. بس انا شايفة ان انتوا هتتفقوا على حاجة نحو المستقبل ان شاء الله، ان شاء الله بإذن الله. شايفة طريق
طويل كويس جدا، يعني مسيرة إن شاء الله طويلة جدا وحلوة جدا، وبسم الله ما شاء الله قوة قوة في العلاقة، العلاقة إن شاء الله تبقى قوية ما بتتكسرش. طيب حللوا بس الموقف معايا حتة حتة. مش عارفة ليه جايلي طاقة إن شريكك يا ميزان حياته واقفة معاك على الحالة المادية. لو أنت حسيت منه إن هو ما وقفش جنبك كما يجب، اوكي، يعني انا نصيحتي ليك سيبك بقى من التاروخ خالص، بليز ما تقبلوش، بليز ما تعملش الصلح ده. اوكي، امين يا رب. تسلم تسلم يا عبد الله، بشكرك. انما لو هو كان حصل مجرد سوء تفاهم وحاجه بره الموضوع ده خالص، طبعا ربنا يوفقكم ويتمم لكم على الف خير. هلخص القرايه بسرعه، الميزان عايز باب رزق جديد، رزقه حاسس ان هو مش كفايه، عنده مشاكل واضطرابات نفسية شديدة جدا مأثرة على نومه، وقربت تأثر على صحته كمان. يا ميزان خلي بالك، ما صحتك كده هتتدهور، بالراحة على نفسك شوية. شايف شريكه ازاي؟ حاجة كانت مستورة وانكشفت، أو مش مديلك دعم كافي. العلاقة بينكم فيها تطور، فيها تطور، في حاجة بتتصلح. أوكي، شريكك عايز ايه؟ عايز حالة من الأمان أو الثراء المادي، عايز يعتمد على نفسه في هذا الموضوع. مينا، انا مش عارفه انت بنت ولا ولد. بصي حبيبتي، الرساله دي طويله جدا، اعمليها كوبي وبعتيها للصفحه وهحاول ارد عليكي. والكلام ده لمينا بس يا جماعه، انا هنوه على الموضوع ده بعد القرايه. شريكك شايفك ازاي يا ميزان؟ انت عايز تروح لبر امام، انت وبتسعى، شايفك بتسعى، يعني مش واقف مكانك، وحاجه كويسه قوي قوي قوي. شايفه قدامي ان شاء الله باذن الله حاله ماديه هتتطور تطور جامد، مش وحش خالص يعني. وفي قدامي هنا لقاء او اتفاق بينك وبين شريكك ان شاء الله. شايفه بعديه كمان مسيره طويله جدا جدا باذن الله، وقوه، علاقه قويه ان شاء الله. ربنا ما يهدها ابدا. انا مش شايفه بعد ومش شايفه فراق يا ميزان، يمكن يكون في عقبه او يعني مطب، وعين كده بس، في مطب صغير. يمكن يكون شريكك تعب من الانتظار، من الظروف هو كمان. مش عايزه برضو اسيء الظن بشريكك، ممكن يكون فعلا تعب من حاجه معينه وطاقته قربت تخلص. فان شاء الله هيجد جديد باذن الله، هيجد جديد في العلاقه، وباذن الله العلاقه تتحسن. طيب سؤالها في سفر ولا لا؟ للأسف مش شايفة سفر الشهر ده، مش في العموم، مش شايفة مش شايفة سفر. أنا شايفة قدامي إن هي في حرب شديدة، وربنا يكون في عونك الصراحة على الكروت دي. ربنا يعينك، ربنا يعينك بجد. حالة متدهورة خالص خالص، وحرب شكلها مهزوم، لكن واقفة بمنتهى الثبات وبتحاول تبين إن هي ولا فارق معاها. برضه في هروب من مواجهه، لان لو واجهت شكلها ايه؟ هتذبح بقى. بصي دي ماسكه سيف وهتطير بقى، هتطير رقاب. متجوزه. طب في اي حاجه حصلت من ناحيه الزوج؟ لان شايفه الدنيا نيله خالص. شايفه خساره حصلت، اما خساره ماديه او خساره شخص. شايفه قدامي حسد شديد او سحر، شفرت الشيطان كان بقاله كتير ما طلعش، مش عارفه ليه طلع. خلاص انتوا الاتنين رديتوا عليا. طب متجوزه؟ طب في اي حاجه تانية؟ بصي اللي انا شايفاه يا حبيبي، انك انت ان شاء الله هتعتمدي على نفسك ماديا. انا مش عارفه انت بتشتغلي ولا لا، لكن صح قلبك يا بلال. يمكن تكون، يمكن هتبتدي شغل جديد. انا شايفه ان انت بتعتمدي على نفسك ماديا، وانا اؤيد. برافو برافو برافو. شايفه قدامي انهيار لبرج شكل، في حاجه كانت كنت حاطه يعني صوره لشيء، وهتبتدي الصوره تبان على حقيقتها، حاجه بتنهار وبتظهر، وبتظهر على حقيقتها. انهيار البرج. طب الحمد لله، خلاص بسم الله ما شاء الله عليكي، ويكملك بعقلك، شطوره.
بصي بقى حبيبتي، يبقى ان شاء الله الكارت ده احتفال، واحتفال بده انك انت هتعتمدي على نفسك ماديا، او في حاجه عندك هتحصل في الماده، لكن التطور المادي بطيء يا جيم، التطور المادي بطيء. حاولوا انكم يعني تقتصدوا شويه وتصرفوا في الحاجات المعقوله، وبليز خلي بالك من كارت الحسد ده، عندكم حسد. لكن ما شاء الله عليكي انت يعني بصي ده قويه ما شاء الله، واقفه بثبات، وعندك توازن ما شاء الله عليكي. وشايفه اهو ده الشريك، الحمد لله بما ان العلاقه كويسه، شايفه الشريك بيقدم لك حاجه حلوه، ممكن حتى ان شاء الله يكون بيقدم لك كلمه حلوه، يعني يا رب يعني كده حاجه حلوه جدا جدا. يبقى حبيبتي الانهيار ده لشخص تاني خالص، في شخص عندك هيبان على حقيقته، لاني شايفه خساره، هتحسي بخساره، بس بليز ما تزعليش، ما يستاهلش يعني منك انك تزعلي خالص. عندك نجاح حبيبتي كمان ما شاء الله، اكتمال دائره. الكارت ده ظهر للميزان تقريبا في كل القرايات، وظهرت برضو في القرايه الخاصه. الميزان متقن لعمله جدا، انت متقنه لاي كان اللي انت بتعمليه. بس سؤالك حبيبتي، اذا في سفر، انا شايفه احتفال، احتفال، لكن يمكن يكون ده، يمكن يكون السفر، لو انت حاجه اخذتي بالنسبه لها خطوات ومستنيه التنفيذ، يمكن ان شاء الله تجيلك مثلا موافقه تبتدي خطوات فيها، انما السفر بالفعل يمكن يكون مثلا الشهر اللي جاي. عموما اتمنى لك التوفيق، وقرايتك برضو حلوه، حلوه قوي قوي.